قال الدفاع المدني في غزة إن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة بحق المواطنين في منطقة الهوجة في مخيم جباليا بعد قصفه 11 منزلا في بلوك 7. وأوضح الدفاع المدني أن المواطنين يوجهون نداءات استغاثة لإنقاذ الجرحى، لكن الجيش الإسرائيلي عطل عمل فرق الدفاع المدني والخدمات الطبية في شمال القطاع. الآن تتوقف الخدمة بشكل كامل في محافظة شمال قطاع غزة بعد أن طلبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية والكوادر الطبية أيضا إغلاق العمل بشكل كامل والخروج من منطقة شمال القطاع إلى مدينة غزة. الاحتلال الإسرائيلي بهذه الفعلة يعني إلغاء كل عمليات مقدمية الخدمة داخل منطقة محافظة شمال قطاع غزة.